إذا وقع الإنسان نسأل العافية والسلام في الشرك الأكبر أو الأصغر لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أتشيرو تشاوى شرك مورو تشاغا نويا وقوم بقول نوب التوب نوب سليمان المبز يترك الشرك وكرك إيمان يا جماعة ويرجع للتوحيد التوحيد يستغفر الله سليمان المبز يتوب إليه وكيتشوزاه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول وقام يكون هاي ما نديه ولد يسيب الله وجدنا محمد المبز دائما دائما احذر من الشرك ادعو الله أن يجنبك الشرك الأكبر والأصغر يا شركي اللي نتاعي نوي لأن الشرك الأصغر خفي كويرك شركي نوي يا يلي جناك غرغر يدخل لا تدري عنه شركك كوين جرب مبر يتاز فأنت دائما اجعل تعلقك بالله وين أبوبا كوما ويرجي الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بأحد أبوبا كويرجي المنور وسورة الله دائما ذل لسانك بالشكر المنعم الحمد لله يا رب لك الحمد هذا من فضل رب